ناخد مثلا نراجع الدرس ونبدأ بقى ناخد آخر درس معانا اللي هو الاحتمالات. بيقول لي مثلا لو معايا معادلة اسمها 1 ناقص 4 س ناقص 1 أكبر من 2 في أ ناقص 3، عايز أجيب حل المعادلة دي. وبيقول لي أ تنتمي لنون، نون دي اللي هي الأعداد النسبية، يعني كل الأرقام وأي رقم ممكن يظهر معاك، سواء كان كسر، كان رقم عشري، كان رقم صحيح، رقم سالب، موجب، صفر، أي حاجة، طالما أنا بقول لك تنتمي لنون يبقى أي حل هيطلع معاك أنا موافق بيه، ما عنديش أي مشكلة. مع شباب؟ اتفقنا نحل ازاي امبارح. قلنا والله أول حاجة لازم أفك الأقواس لو في عندي حاجة مضروبة في القوس. ففي هنا سالب مضروب في القوس هضربه يبقى 1 ناقص سالب في 4، يعني سالب 4 س، سالب في سالب يعني موجب 1، أكبر من أضرب الاتنين في القوس فأضرب الاتنين في السين وأرجع أضرب الاتنين في السالب 3، 2 في س يعني 2 س، واتنين في سالب 3 يعني سالب 6. عندي هنا 1 زائد 1 يعني جمعهم 2، يبقى اللي على الطرف اليمين ده بقى اسمه 2 ناقص 4 س، والطرف الشمال اسمه 2 س ناقص 6. قلت لك أول حاجة هتتخلص من الجمع اللي موجود جنب السين، عندي هنا موجب 2 هكنسلها وأخليها في الطرف التاني بسالب 2، أصبحت المعادلة اسمها سالب 4 س أكبر من 2 س سالب 6 ناقص 2 يعني سالب 8. بعد كده عندي س في الطرفين فمحتاج اخليهم هما الاثنين في طرف واحد، فابدا اكنسل الاثنين س دي هي بالموجب هنقلها جوه بالسالب، يبقى هنا سالب 2 س. اصبحت بقى المساله اسمها ايه، سالب 4 س ناقص 2 س اكبر من سالب 8. اجمع سالب 4 ناقص 2 يعني سالب 6 س اكبر من سالب 8. هقسم عايز السين لوحدها، السين جنبها سالب 6 فهبدأ أقسم على سالب 6. لما أقسم على رقم سالب إيه اللي بيحصل يا شباب؟ حد يقول لي؟ غير الإشارة. أغير اتجاه المتباينة، بدل ما كانت أكبر تبقى أصغر، سالب على السالب يعني موجب، 8 على الـ6. أروح لخط الأعداد، هنا 0، هنا 1 2 3 4 5 وهكذا، سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4. الرقم هنا اسمه 8 على الـ6، هختصره كده، ممكن 8 على الـ2 فالـ4، 6 على الـ2 فالـ3، 4 على الـ3 يعني الـ4 فيها كام؟ 3 فيها 1 ومتبقي تلت. إذا الـ8 على الـ6 دي هي أكبر من 1، يعني في المسافة بين 1 و2، يعني في الحتة دي كده، وأروح أقول له أدي 1 وتلت أهو. طيب عايز إيه بقى؟ هو هنا بيقول لي أصغر، اتفقنا إمبارح يا شباب، الأصغر على اليمين ولا على الشمال؟ الأرقام الأصغر على اليمين ولا على الشمال؟ على الشمال. يبقى إذا مجموعة الحل هي كل الأرقام اللي على الشمال دي كلها، ده كده مثلتها على خط الأعداد. لو حابب أكتبها أقول له يبقى مجموعة الحل دي عبارة عن كل الأرقام اللي أصغر منها. طب مبدئيا الأول الرقم ده أنا هاخده ولا لأ؟ أول رقم ده 8 على الـ6 دي موجود معايا في الحل ولا مش موجود؟ مش موجود. ليه؟ لأن أنا مفيش عندي علامة يساوي هنا، وبالتالي الدايرة دي المفروض تفضل مفتوحة كده. واكتب بقى كل الأرقام الأصغر منها، يعني اكتب له 1 0 سالب 1 وكل الأرقام اللي باقية دي. في مشكلة؟ لا يا مستر، نفس السؤال بالظبط، بس ممكن يجيب لك أنت بقى يقول لك خد أرقام هي عوض بيها. يعني مثلا ممكن يجي يقول لي مثلا عندي متباينة اسمها س تربيع ناقص 7، دي أكبر من الـ6، ومعايا حاجة اسمها مجموعة التعويض. مجموعة التعويض 2 4
ستة تمانية عشرة. فأنت كل اللي بتعمله بتروح تقول له السين هعوض عنها مرة باتنين، السين هعوض بأربعة، ستة تمانية وآخر رقم 10، بعوض بكل رقم موجود جوه مجموعة التعويض دي. هروح للمعادلة أشيل السين في أول حاجة وأحطها باتنين، اتنين تربيع يعني أربعة، أربعة ناقص سبعة هشوفها أكبر من الستة ولا لأ؟ أربعة ناقص سبعة يعني سالب تلاتة، هل السالب تلاتة أكبر من الستة يا شباب؟ لا يبقى أقول له الرقم ده لا يحقق المعادلة، الرقم ده مش نافع. طب الأربعة، أربعة تربيع ستاشر، ستاشر ناقص سبعة يعني تسعة، التسعة أكبر من الستة؟ ايوه يبقى أقول له ده يحقق المعادلة. نفس الكلام الستة، ستة وتلاتين ناقص سبعة هلاقيها 29، هلاقيها برضو أكبر من الستة أقول لها تحقق. عند التمانية هلاقيها أكبر أقول له تحقق، عند العشرة أكبر تحقق، وفي الآخر أقول له يبقى مجموعة الحل بتاعتك هي الأرقام اللي حققت للمعادلة اللي هي أربعة ستة تمانية عشرة. يبقى أقول له الأربعة تنفع، الستة تنفع، التمانية تنفع، والعشرة تنفع. يبقى هو الفرق بس في مجموعة التعويض إن هو بيحدد لي أرقام معينة أعوض بيها مش أكتر من كده. نبدأ في آخر جزء معانا شباب اللي هو الإحصاء والاحتمالات. عايزين الأول نعرف كذا تعريف كده معانا وبعد كده نبدأ في الأجزاء بتاعتنا بقى. معايا أول حاجة حاجة اسمها عينة. معايا الاحتمال نفسه ايه هو؟ تعريفه ايه؟ حاجة اسمها فضاء العينة، ايه فضاء العينة ده؟ رقم أربعة حاجة اسمها الحدث. ايه هي العينة ده يا شباب؟ تعريف العينة دي؟ قال لي هي جزء صغير من مجتمع كبير تشبه المجتمع وتمثله وتختار بطريقة عشوائية كفاية كده. يبقى العينة دي ايه؟ ده جزء صغير من مجتمع كبير تشبه المجتمع الأصلي وتمثله، والعينة دي أنا بختارها بطريقة عشوائية. واضح يا شباب؟ تمام، واضح يا مستر. عندي تعريف تاني. ايه هو الاحتمال؟ الاحتمال هو عبارة عن التنبؤ بما يمكن أن يحدث في المستقبل. يعني أنا معايا شباب دلوقتي وليكن معايا مثلا، عارفين حجر النرد بتاع الدومن بتاع الطاولة ده؟ مش ايوه عارفين الطاولة. آه طيب، الحجر ده عبارة عن إيه؟ ده بيبقى شكل سداسي كده يا شباب. هتلاقي على كل هنا في نقطة واحدة، على الوجه ده في نقطتين، الوجه ده في 3 نقط، هنا في 4 نقط، هنا 5 نقط، وبره هنا 6 نقط. فأنا بقول إيه بقى؟ ده بالنسبة لي بيمثل العينة بتاعتي. طيب احتمالية إن أنا لما أرمي حجر النرد ده يا إما هيظهر لي الوجه اللي فيه نقطة واحدة ده، يا إما هيظهر لي الوجه اللي فيه نقطتين، يا إما يظهر لي اللي فيه 3 أو اللي فيه 4 أو اللي فيه 5 وهكذا. فأنا بعمل إيه؟ بعمل احتمالية أو تنبؤ باللي ممكن يظهر معايا. اللي ممكن يظهر معايا هيظهر لي وجه من الست أوجه دول، والوجه من الستة يا يبقى موجود في نقطة واحدة يا نقطتين 3 4 5 6. فأنا عملت تنبؤ للي ممكن يظهر معايا، للنتيجة اللي ممكن أحصل عليها. واضح؟ ده هو الاحتمال. طيب فضاء العينة، فضاء العينة قال لي ده عبارة عن مجموع
النتائج الممكنة للتجربة العشوائية. يعني ايه بقى؟ يعني انا دلوقتي اتفقنا ان انا ارمي حجر نرد، فاتفقنا ان ممكن يظهر معايا وجه عليه واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة. كل الارقام او كل النتائج اللي انا قلتها دي بتسمى فضاء العينة. طيب الحدث ده مجموعة جزئية من فضاء العينة. يعني ايه بقى؟ يعني حضرتك في فضاء العينة قلت لي انت انا ممكن يظهر معايا واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة، كل دول ممكنين، ممكن ان هما يظهروا. طب ايه اللي هيظهر لي بالظبط؟ والله ممكن يظهر لك الوجه اللي موجود في واحد، فواحد ده بسميه الحدث. فاصبح الواحد ده جزء من الفضاء العينة، فعشان كده بقول له الحدث هو مجموعة جزئية من فضاء العينة. واضح يا شباب ولا في اي مشاكل في التعريفات دي؟ واضح يا مستر. طيب لان التعريف الاخير ايه هو بقى؟ التعريف الاخير ايه هي التجربه العشوائيه اللي انا هبدا اعملها؟ قال لي التجربه العشوائيه دي عباره عن ايه؟ قال لي دي عباره عن تجربه نستطيع تحديد جميع نتائجها قبل إجرائها، وإن كنا لا نستطيع تحديد أيًا من هذه النواتج ستتحقق. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني احنا دلوقتي اتفقنا ان انا هرمي حجر نرد، فانا عارف ان انا هيظهر معايا يا اما واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة، اي وجه من الاوجه الستة. فاصبحت دلوقتي انا عارف ايه اللي ممكن يظهر، ايه هي جميع النتائج المعرضة ان هي تظهر معايا، انا عرفت جميع نتائجها، لكن ما اقدرش احدد بالظبط لما هرميه مين فيهم اللي هيظهر، ما اقدرش احدد اي من هذه النتائج هي اللي هتظهر معايا. فده معنى التجربة العشوائية اللي انا بعملها. يعني ناخد مثالين كده بسرعة. دلوقتي انا مثلا رحت عند القاء مثلا قطعة نقود. فقطعة النقود بالنسبة لي يا شباب يا إما هيظهر لي حاجتين، يا إما هيظهر لي صورة أو كتابة. مظبوط ولا مش مظبوط؟ ونص إيه؟ يبقى التوقع يبقى نص نص. مش دعوة بالتوقع دلوقتي، إحنا لسه بنشرح في الأول خالص. ثانية عشان أنت أخدت الحاجات دي فالمسائل ما أخدوهاش. لما أرمي قطعة نقود يا شباب فأنا هيظهر قدامي حاجة من اتنين، يا يظهر لي صورة يا يظهر لي كتابة. فبروح اقول له بقى يبقى فضاء العينه بتاعتي برمز لها بالرمز ف، ده عباره عن ايه؟ قلنا كل الاحتمالات الممكنه. الاحتمالات الممكنه يا اما صوره يا اما كتابه. يبقى ده بالنسبه لي هو فضاء العينه بتاعي. طب مثلا المثال اللي اخذناه واحنا بنشرح عند القاء حجر نرد مثلا، فقال لي والله لو رحت رميت حجر نرد فانت فضاء العينه بتاعك كل الاحتمالات الممكنه، ممكن يظهر لك الوجه اللي فيه واحد او اثنين او ثلاثه اربعه خمسه او سته. يبقى في حاله ان انا هرمي قطعه نقود فاصبح بالنسبه لي اما يظهر لي الوجه اللي عليه صوره او كتابه، فده فضاء العينه بتاعتي كل الاحتمالات الممكنه. اما عند القاء حجر نرد برضه كل الاحتمالات الممكنه هي عباره عن ايه؟ هي عبارة عن واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة. طيب ركز معايا بقى كمل كده. طيب لو جينا قلنا مثلا عايز اعرف الحدث بقى، احنا اتفقنا الحدث هو مجموعة جزئية. طيب هقول لك مثلا اذا كان ألف
هو حدث، ركز معايا، ظهور، عدد زوجي عند إلقاء قطعة النرد. طيب تعال نبص كده، لما رمينا قطعة النرد كان كل الاحتمالات الموجودة ايه؟ واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة. طب هو بيقول لي الحدث بتاعي هو ظهور عدد زوجي، هو فين الأعداد الزوجية هنا يا شباب في فضاء العينة دي؟ حد يقول لي كده الأعداد الزوجية الموجودة؟ الأعداد الزوجية الموجودة في الحدث في الفضاء العينة اللي فوق ده يا شباب. اتنين أربعة ستة يبقى هقول له الألف اللي هو الحدث ده، هيبقى المفروض الناتج بتاعه هو اتنين وأربعة وستة. لو لاحظت فعلا هتلاقي دايما الحدث جزء من فضاء العينة. 3 أرقام دول أنا أخذتهم من جوه فضاء العينة هنا. واضح؟ واضح. نبدأ بقى في أول قانون، بيقول لي احتمالية وقوع أي حدث هرمز له بالرمز لام ألف. يعني إيه لام ألف؟ يعني احتمال وقوع الحدث ألف. طب قانونه إيه؟ بيقول لي لام ألف تساوي عدد عناصر ألف على عدد عناصر فضاء العينة الكلي. يعني إيه الكلام ده؟ بنرمز عدد العناصر نون ألف وعدد عناصر اللي تحت نون فضاء العينة اللي هي ف. بدل ما أقعد أكتب الكلام ده كله بالعربي يا شباب، يعني بدل ما أكتب هنا احتمال وقوع ألف يساوي عدد عناصر ألف على عدد عناصر كده، بكتب على طول لام ألف تساوي نون ألف على نون ف. ف دي فضاء العينة، ألف ده الحدث اللي ممكن يحصل، ولام هو الاحتمال ونون هو عدد العناصر. تعال كده نطبق على المثال اللي احنا لسه واخدينه. انا عايز هنا اجيب لام الف، فاقول له القانون والله انا لسه واخده، لام الف بتساوي نون الف على نون ف. يعني هتروح لالف ده يا شباب تعد لي العناصر اللي موجود جواها. الف دي موجود جواها كم رقم؟ عد كده. طالما كده يا شباب وفوقوا شويه، الف موجود في جواها كم رقم؟ ثلاثة ثلاثة. يبقى نون ألف دي بثلاثة على نون فيه اللي هو عدد عناصر فضاء العينة، فيه موجود جواها كام رقم؟ ست 6. يبقى احتمالية حدوث ألف تساوي 3 على 6، اللي ممكن اختصرها وأقول هي عبارة عن النص، على الثلاثة في الواحد على الثلاثة في الاثنين. إذا لام ألف تساوي نون ألف على نون فيه تساوي نص، احتمالية حدوثها أو إن هي تحصل تساوي نص. ناخد مسألة كده وآدم يحل معايا. إذا ألقي حجر نرد منتظم مرة واحدة ولوحظ الرقم الظاهر على الوجه العلوي أوجد احتمال رقم 1 يا آدم إن ألف هو حدث ظهور رقم أكبر من 4. قبل ما أشوف الاحتمال اللي هو عايزه، لازم أول حاجة بعملها يا شباب بكتب فضاء العينة بتاعتي. هو فضاء العينة بتاعت حجر النبض إيه هي؟ إيه هي آدم؟ إيه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة يبقى من 1 لغاية 6، 1 و2 و3 و4 و5 و6، ده كده فضاء العينة. فبقول لي ألف ده احتمال حدوث حدث ظهور رقم أكبر من 4. يبقى ألف دي عبارة عن الأرقام اللي اسمها إيه؟ خمسة ستة بالظبط، أكبر من 4 يعني الـ5 والـ6 فقط. هو عايز بقى إيه؟ أجيب له الاحتمال كمان.
يبقى اقول له لام الف دي بتساوي نون الف على نون ف تساوي عدد عناصر الف كام يا ادم؟ اتنين. على عدد عناصر الفضاء العينة كله اختصر هنا، يبقى الناتج بتاعي 1/3. لو سألنا رغد مثلا قلنا مسألة تانية مثلا، ب هو احتمالية حدوث، أو خلاص خلينا نديها الحدث على طول، هو حدث ظهور رقم يساوي 5. قول كده رغد، ب هو حدث ظهور رقم يساوي 5، يبقى ب دي المفروض العناصر بتاعتها كام؟ يا رغد حد يا شباب يفتح المايك ويحل، ولا اقعد اشرح مع نفسي وخلاص؟ قولي يا ملك كده يا ملك. ملك مستر ممكن نقول قول لا تساوي 5. ب تساوي 5، احتمالية ظهور عدد أو رقم يساوي 5. مفيش عندي حاجة هنا تساوي الخمسة غير الخمسة بس. يبقى دلوقتي ده الحدث نفسه، عايز أجيب احتمالية لام ب، فلام ب هي تساوي عدد عناصر ب على عدد عناصر فضاء العينة. عناصر ب الأرقام اللي موجود جواها، وموجود رقم واحد يبقى 1، فضاء العينة هما 6 أرقام، يبقى احتمالية حدوثها 1/6. آخر مسألة لو قال لي، آخر مسألة لو قال لي مثلا جيم، رقم جيم كده، قال لي جيم هو حدث ظهور رقم أقل من 7، فمن فضاء العينة هقول له جيم دي هتساوي ايه؟ اقل من 7، يعني 1 اقل، 2 اقل، 3، كل الارقام دي اقل. فعشان اجيب لام احتمالية حدوث جيم، عدد عناصر جيم على عدد عناصر فضاء العينة، عدد عناصر جيم 6 وعدد عناصر فضاء العينة 6، و6 على 6 تساوي 1، صحيح. واضح يا شباب؟ ده بسميه الحدث المؤكد. ايه هو الحدث المؤكد؟ الحدث المؤكد هو الحدث الذي له كل النتائج الممكنة واحتمالية حدوثه تساوي 1، صحيح. يبقى الحدث اللي هياخد كل عناصر فضاء العينة بنسميه الحدث المؤكد، والحدث المؤكد احتمالية حدوثه بتكون مساوية للواحد الصحيح يا شباب. آخر سؤال، لو قلنا مثلا دال دي هي عبارة عن حدث ظهور وليكن رقم يساوي 7، فهطلع لفضاء العينة عندي مش هلاقي فيه أي رقم، فضاء العينة من 1 لـ6 وعايز رقم بيساوي 7، فبالتالي ما عنديش حل، مفيش. فبقول له إيه بقى؟ بقول له يبقى دال دي بتساوي مجموعة مفيش فيها أرقام، يعني مجموعة فاضية، والمجموعة الفاضية دي كنا بنسميها فاي، يعني دي إذا فاي. طب لو عايز تجيب احتمال حدوث دال، ما هي بتساوي عدد عناصر دال على عدد عناصر فضاء العينة، وعدد عناصر دال أصلا صفر، فضاء العينة 6، طب ما 0 على 6 بصفر، ده بسميه الحدث المستحيل، بسميه الحدث المستحيل. يبقى إذن أنا معايا حاجتين، حاجة اسمها الحدث المؤكد وحاجة اسمها الحدث المستحيل. المستحيل هو الحدث الذي
ليس له أي فرصة للوقوع، واحتماله يكون بيساوي صفر. الجيمس يعني ايه الزمس؟ يعني السؤال ايه بس بالظبط؟ ازاي ايه؟ مش هيقع صفر ازاي؟ مش ايه؟ مش فاهم، بس هو انا مش فاهم الحدث هنا، الحدث هنا اسمه ايه؟ ده اسمه حدث ظهور ايه؟ على الزور رقم 16. تمام، يساوي سبعة. سامع لسه طب داخل دلوقتي، مخدتش بالي. طيب، يبقى انا عندي حاجتين مهمين جدا، حاجة اسمها الحدث المؤكد وحاجة اسمها الحدث المستحيل. الحدث المؤكد ده اللي احتمالية ظهوره بتساوي واحد صحيح. الحدث المستحيل وفيه بكون واخد كل عناصر فضاء العينة. اما الحدث المستحيل ده احتمالية ظهوره او حدوثه بتكون بتساوي صفر، وفيها بيكون مش موجود معايا اي عنصر من عناصر فضاء العينة. واضح؟ واضح واضح. واضح. طيب الحاجة الثالثة، تكون متأكد إن قيمة احتمال أي حدث أنت عاوز تجيبه لا تقل عن الصفر، أو خلينا نقولها أكبر من الصفر على طول، أكبر من الصفر لكنها أصغر من الواحد الصحيح. يعني عشان تجيب احتمال وقوع أي حدث فأنت محصور يا إما أكبر من أو بتساوي الصفر، يا إما أصغر من أو تساوي الواحد. ما بين الصفر والواحد فقط هي الاحتمالات بتاعتك. ماشي؟ تمام، واضح؟ واضح. واضح في مشاكل؟ لا نستطيع. تمام. بالنسبة للمساء كده يا شباب، المنهج بالنسبة لهم خلص، بقينا الصباحي بس الدروس الهندسة اللي كانت متبقية هنخلصها إن شاء الله. لو جينا قلنا مثلا كيس به كمية من الكرات لها نفس الحجم والملمس، فإذا كانت كرتان منه حمراء وثلاثة زرقاء خمسة بيضاء، سحبت كرة واحدة عشوائيا، فاحسب واحد احتمال أن تكون الكرة حمراء، اثنين احتمال أن تكون زرقاء، ورقم ثلاثة احتمال أن تكون ليست زرقاء. طيب تعال نحل مع بعض كده، اتنين اول حاجة يا شباب، بقول لك كيس به شوية كور، الكور دي لها نفس الحجم والملمس. طيب ايه اللي موجود جوه الكيس ده؟ اللي موجود جوه الكيس ده طبعا بسميه فضاء العينة فيه. طيب ايه اللي موجود جواها؟ قال لي كرتان حمراء. حمراء يعني اول حاجه موجود تلاتة معايا، وتسعة، تلاتة وتمانية، من اول واحد حاجه موجود لتمانية. معايا اتنين احمر، ثلاثه ازرق، وبعد كده خمسه ابيض. بصوا كده يا شباب،
بيقول لي موجود كرتين باللون الأحمر، أده واحد اتنين تلاتة أزرق، يبقى واحد اتنين تلاتة، فبكمل عد واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، اللي هما اتنين أحمر تلاتة أزرق وخمسة أبيض، كملي لي خمسة كمان أبيض، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، اللي هو ستة سبعة تمانية تسعة 10. إذا الكيس ده فضاء العينة بتاعته أو كل اللي موجود جواه هو عبارة عن 10 كور. معايا؟ طيب بقول لك احتمال ان تكون حمراء، طب ما تيجي نجيب احتمال ان هي تكون حمراء. الف ده مثلا هو اللون الاحمر، وعندي كام كرة باللون الاحمر يا شباب؟ عندي كام كرة باللون الاحمر؟ كرتان. كرتان. فاقول له احتمال ان تكون حمراء قلنا عبارة عن عدد الكرات الحمراء على العدد الكلي. أنا معايا كام كرة حمراء؟ اتنين، والعدد الكلي بتاع الكور 10، ولو اختصرتها يبقى احتماليته هي 1 على 5. احتمال أن تكون زرقاء، هقول له عدد الكرات الزرقاء ثلاثة. على العدد الكلي. الزرقاء 3 على العدد الكلي 10، يبقى الناتج 3 على 10. ركز هنا بقى في السؤال ده، احتمالية أن تكون الكرات إيه؟ اقرأ كده، أن تكون ليست زرقاء. ليست زرقاء. دي بحلها بحاجة من حاجتين يا شباب. هقول له أول حاجة والله ليست زرقاء دي يعني الأزرق مش عاوزه، فعد الباقي اللي هو 1 2 3 4 5 6 7. فاقول له والله ليست زرقاء دي يعني عباره عن الازرق والابيض اللي هم 7 كور على العدد الكلي 10. طب احتمال ان تكون ليست زرقاء، قال لي ممكن تحلها ان انت هتقول له 1 ناقص احتمال ظهور اللون الازرق. يعني 1 ناقص احتمال ظهور اللون الازرق كنا جايبينه ب 3 على 10. الواحد الصحيح طبعا زي ما احنا فاهمين 10 على 10. اطرح بقى 10 على 10 ناقص 3 على 10 يعني 7 على 10. ممكن تحلها بالطريقة دي عادي، ممكن تحلها بالطريقة دي عادي، مفيش أي مشكلة خالص. واضح ولا في أي مشاكل؟ واضح. طيب كده يا شباب، ده آخر درس في الجبر اللي هو الاحتمالات. تمام يا شباب، محتاجين أي حاجة؟ لا ماشي يا شباب، إن شاء الله الحصص اللي جاية كلها بقى نكمل هندسة لغاية لما نخلص الدروس اللي بتاعتكم. ماشي، مع تمام. السلامة.